كثيرة هي ردود الأفعال الإيجابية من داخل العراق وخارجه على انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور دول الجوار والإقليم، ولعل أبرز المرحبين من النطاق المحلي بهذا النشاط الدبلوماسي كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي كتب تغريدة طويلة عن هذه القمة. استهل الصدر تغريدته باستحضار الركائز الدينية الإسلامية المعروفة في بغداد، وذلك كناية عن الوسطية العراقية بين الدول المصنفة ضمن خانات متعددة، ثم عرج على الانفتاح الدبلوماسي والسياسي على المحيطين الإقليمي والعربي الذي ركزت عليه تغريدة مقتدى الصدر. زعيم التيار الصدري العائد مؤخرا إلى السباق الانتخابي في العراق بعد وعيد بالمقاطعة بسبب الأحزاب الفاسدة، وجد في هذه القمة الفرصة الأمثل للتأكيد على ريادة العراق في الشرق الأوسط وسيادته فيها، ما يمهد الطريق أمام البلد الذي كان يمثل ركيزة لعدم الاستقرار سابقا لأن يكون جامعا لكل الأطراف المتخاصمة على طاولة الحوار العراقي. الصدر رأى في هذه القمة جوانب أخوية أكثر من السياسية والأمنية، ما يعني أنه يعول عليها لرأب الصدع بين بعض الحاضرين وهم على خصومة شديدة، مثل السعودية والإمارات ومصر من جهة، وتركيا وقطر وإيران من جهة أخرى. فقط الكويت والأردن من بين الدول الحضور لم تكونا على خصومة مع دولة أخرى مشاركة في هذا المؤتمر. مقتدى الصدر اختتم تغريدته بالشكر الوافر لما وصفهما بالمحركين الكبيرين لهذه القمة، وهما رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، والأخير تحديدا خصه الصدر بالشكر على حث العراق للانفتاح على محيطه العربي الذي كان بعيدا عنه نوعا ما خلال السنوات الماضية، ما يدل على أن الصدر متناغم جدا مع الكاظمي في ملف إعادة العراق نحو حاضنته العربية دون إبعاده عن جيرانه الآخرين.